السلام عليكم شباب، ان شاء الله كلكم خرجتكم فيديو جديد. ياكم دودي فورتنايت مثل ما تشوفون، طبعا سيزون جديد. شوف التعليق الجوه اوكي، بس شوت جان، بس تكتيكال. انا اسميها شوت جان، سميها تكتيكال، يلوق لها الاسم. وكانت اكو شوت جان اسمها تكتيكال فسميتها تكتيكال، تعرف ترتيبات يعني من هاي السوالف. المهم شباب، العب شوت جان كنا اخذ من توب 3، يعني اذا اول او اي شيء يعني عادي، اهم شيء من توب 3. وليه الشاطئ حلو، احلى منطقة، اكثر منطقة احب الشاطئ. تعال خالي، ما كمبر بدون كمبرة، قبل ابو شيلهم ما تعرفون اني ما احب الكمبرة. احاول اي واحد، قول واحد واحد، حضن حضن حضن، اخذ سلاح لا الكعبة. ابو فاضل ابلع ابلع، هذا اول واحد ولا بعد 16 طقه واحده شكات انه ربي. يا اخي جلاد وربي ربي جلاد، ويجيك واحد يقول لك ليش تحب فورتنايت. ابلع هذا ابلع، لا 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 بربك لا، لا وربه حرام يا اخي، غدر وربه غدر. اوكي وياي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بس 11 هذا 12، حلو بس 12 واحد وياي، وانا وياي عندي مهمة بس 12 واحد، حلو نازل شوية، صاروا 20 واحد، حلو شوية شوية. تعال تعال تعال، وقتك ارب نعل يومك. شلون ما دمجت ولا طلقة؟ دقيقة دمه فول الام يا اخي، الام تعبان. اح ما ادري وربي، عبالي شوت جن لازم بيجي. والله الجيم عادي عادي، هالجيم عادي شنو هاي، بس هاي قاتلة واحدة عادي. سامحني يا زيرو سامحني. ابلع ولك ابلع ابلع، هذا الاول ايزي بيزي، ايزي يا اخي ايزي. والله راد يدعمني وربي، تعال تعال مطاردة، انا اموت على المطاردة. تعال سيارته اسرع من سيارتي المشكلة. اللامبورجيني ناصية، ليه وين تسد قول لا بربك لا. تعال باللامبورجيني، تعال يا معود اوقف ربك. تضرني وين صح ذاك، تعال قول لي. انا راح اظل اغير من سياره لسياره. ذاك لاعب ابلع ابلع يا ولد ابلع،
لا هذا ما شنو احا جايه ابلع ابلع ولك خرب انه وربي ما ادري حولت على غير سلاح نعد يومك تعال خلنا نسوي سباق تعال وراي الحقني الحقني من الموت بيد الله احا كنا سنو ليش 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 جاي السابق على كيفنا ما مات يا وي بعد 24 انا اليوم رب حرام وربي ورب شوف دمه 24 شو تسوي لي بعد؟ حمق حمق علي حمق دودي دودي وشو عليه اثنين شو يسوي مثلا شو يسوي؟ تعال 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 تقرب لي تقرب لي تقرب لي تقرب لي شباب اذا عندكم تحدي اللي ببالك اذا عندكم تحدي اكتبوا لي بالوصف لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناه سيو